يتواجد معي الآن بطل هذه الحكاية ماكسيم سايبرسكي. تحياتي لك سيد ماكسيم. يعني مرة أخرى السياسة تدخل في الرياضة. التقيت برياضي إيراني في بطولة في بولندا لم تواجهه حتى، ومجرد مصافحة أودت بخسارة هذا الرياضي الإيراني لسيرورته الرياضية. انتهت حياته الرياضية بعدما أن قاموا ببعده مدى الحياة. ما هو شعورك وأنت كنت يعني كما يصفك البعض بأنك المتسبب في إيران بهذه الإقالة له؟ بداية مرحبا. أنا أريد أن أشرح أمر واحد، أن الرياضة لا علاقة لها بالسياسة، ومصافحة يد بين رياضيين بغض النظر عن المجال الرياضي. نحن نتحدث عن رفع الأثقال، ولكن في أي رياضة أخرى المصافحة بين رياضيين هي تعبير عن احترام من إنسان لإنسان ولمنافسك. السلام، مصافحتنا كانت لنتمنى النجاح للطرف الآخر. تمنني النجاح، تمنيت له النجاح على الميدالية التي فزنا بها. هو فاز في المرتبة الثانية، أنا فزت بالمرتبة الثالثة. باركنا بعضنا البعض وتصافحنا. والذي حدث أنه بعد أن عاد إلى إيران يؤسفني ويؤلمني ما حصل له. أستطيع أن أشرح لماذا؟ إذا كان هذا المنافس جلب الميدالية لشعبه يجب احترامه، أنه جلب ميدالية لدولته وطرده. أعتقد أنهم نظروا إلى الأمر بشكل غير لائق من الناحية الرياضية، لأنه في هذا العام هو نجح وجلب الرياضة، وربما كان سيجلب المزيد من الميداليات. وأمر آخر بالنسبة لمدربه، يؤلمني أن هكذا حصل معه، لأن إذا ما نجح المدرب بجلبه إلى هذا المستوى، إلى هذه الميدالية، فهذا المدرب كان سيجلب المزيد من الإنجازات مع رياضيين آخرين وأن يأتي بهم إلى مستوى الميداليات. هذا مؤسف. ولكن ماكسيم، يعني بالبداية تحدثت وقلت بأن لا يوجد دخل للرياضة بالسياسة. دائما ما تتدخل الرياضة بالسياسة، خاصة مع الرياضيين الإسرائيليين. يقول البعض ويوجه لك النقد ويقول أنت كنت تعلم أنه إيراني، لماذا كنت يعني تريد أن تصافحه من أصل وأنت تعلم أن هذا قد يسبب له مشاكل؟ ما ردك على هذه الانتقادات؟ انظر، كان بإمكاني أن لا أصافحه، وكان بالإمكان أن لا يصافحني، ولكن يجب أن ننظر إلى ما حدث قبله. هو لم يكن من المفترض أن ينافس في المنافسة معي، وهم عرفوا أنني سأكون بالمنافسة. ربما تأملوا أن لا أصل إلى هذا المستوى وأن أمتنع. وحينما تم وزننا كنا سويا، كنا أيضا في المؤتمر الذي عرض به المتنافسون، وفي توزيع الميداليات كان هو موجود وكنت أنا موجود. قمنا بتحية الواحد الآخر، وهذا كان فقط النهاية. في هذه اللحظة إذا أردت أن توجه لمصطفى رجائي هذا الرياضي من خلال هذا المنبر، ما تريد أن تخبره بهذه اللحظة؟ كنت سأقول له أنني أحترمه كرياضي وأحترمه كإنسان لا ينظر إلى السياسة، وليستمر في العيش وفق مبادئه، وأن يكون إنسان ويعيش في سلام مع الجميع، سواء معي أو مع رياضيين آخرين من دول أخرى، وأن يعيش بسلام. يؤلمني جدا، وأريد أن أتمنى له النجاح في الحياة وأن يتم إعادته بسرعة إلى الرياضة وكذلك مدربه، وأتمنى أن يجلب نتائج أفضل مما جلب لدولته. لو وعد بك العجل إلى الوراء، هل كنت ستصافحه مرة أخرى؟ أو إذا التقيت برياضي آخر في مسابقة أخرى إيراني؟ لو الإيراني مد لي يده، لماذا لا أصافحه؟
هو بالنسبة لي ما أنت بالنسبة لي. إن صفحتني وابتسمت لي فلماذا لا أصفحك؟ هذا يعكس فقط احترام. حينما تلتقي إنسان في مكان ما ونحن في البلاد لدينا الكثير من العراق من الروس والعرب ونحن نصافح يد بعضنا البعض، لدي أصدقاء عرب أصافحهم ويصافحونني. ماكسيم سيفيرسكي رياضي إسرائيلي ويعني حامل رافع للأثقال، شكرا لك على كل هذه حضورك هنا وحديثك عن هذا الموضوع شيق، شكرا لك.